إيه كنت انا بقول لحضرتك لما انت هتغلي الجمارك، وانا عايزه اشرح بس عشان لما انت هتغلي الجمارك انا اللي هدفعها انا كمواطن، قلتي لي لا. لا طيب انت عندك قائمتين، قائمه بسلع رفاهيه تمام علي عليها جمارك زي ما انت عايزه وقولي بتعملي كده ليه، هيجي لك عائد. وفي قائمه اخرى امنعيها خالص، امنع خالص خالص ان انا استوردها نوع من السلع ما تخشش خالص، مش هخوض فيها بقى. عندك تفاح بتستوردي تفاح، عندك الكلام اللي كلمنا فيه الحلقه اللي فاتت، كلمنا فيه زمان. تمام خلاص، انت اعلم يا حكومه، البنك المركزي يجيب لك الاحصائيات، وانت عندك يا وزاره التجاره والصناعه عارفه بنجيب ايه وبكام. اشطبي على شويه سلع وقولي يا جماعه انا لمده 6 شهور اقتصادي بيقع، انا عاوزه احميها. هيقول لك اوكي. تاخدي بقى الإيراب من الـ من الـ من الجمارك دي اللي انت هتاخديها على السلع الغاليه، تدعمي بيها الطبقه البسيطه اللي هي اصحاب الدخول الضعيفه. ادعم ازاي؟ يعني انت مش هتاخدي الاثنين هياخدوا الدولار غالي، مش هنحط سعرين. تمام. افترضي انت بتستوردي الدولار ب 8 جنيه ونص جدلا يعني. هذا هيغلي سلع الناس البسطاء؟ لا، انا هاخد الجمرك احسب مبالغ الجمارك تدعم لي الجزء بتاع البسطاء. فيبقى الجمرك اللي انا خدته كانه عائد، كانه ضريبه غير مباشره على الاثرياء.